قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقوله وحسابه على الله عز وجل، حسابه على الله، يستفاد من هذا أن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالظاهر، أما البواطن والسرائر فهي إلى الله عز وجل. فمتى ما قال الإنسان لا إله إلا الله وكفر بجميع ما يعبد من دون الله فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، يحرم دمه وماله، وأما سريرته فهي إلى الله عز وجل. فنحن نحكم في الدنيا بأنه مسلم، أما هو عند الله عز وجل فالله أعلم بشأنه.